بين يدي اليوم إليكم ناقة وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكتم وهي عبارات الأذكار. بين يدي اليوم إليكم ناقة وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكتم وهي عبارات الأذكار. يا مسلم لا تغفل أبدا عن ورد القرآن حذاري واملأ أوقاتك في ذكر وبحوقلة واستغفار. إن الأذكار لنا حصن يحفظنا ضد الأضرار وعلى الطاعات تقوينا وعلى صلوات الأسحار. وتزيد الهمم وتشحذها عند الدرس والاستذكار وتعين المسلم كي يحيا محفوظا في كنف الباري. بين يدي اليوم إليكم باقت وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكتم وهي عبارات الأذكار. بين يدي اليوم إليكم باقت وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكتم وهي عبارات الأذكار. فالذكر على المهجة يهمي كي يحييها كالأمطار والمؤمن كالزهرة تذوي إن تركت من غير تداري. والروح ستصبح إن غفلت أقسى من صم الأحجار. فاحفظ نفسك واحفظ دينك واحفظ عمرك بالأذكار. وبها فلتسعى للأخرى كي تنجو من حر النار. وبها فلتسعى للأخرى كي تنجو من حر النار. بين يدي اليوم إليكم باقت وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكتم وهي عبارات الأذكار. بين يدي اليوم إليكم باقت وعظ كالأسوار تحفظ إن فيها استمسكتم وهي عبارات